بمساهمة منتوجة ناظور الوطن القبلي، منتوجية الخير. إن عورة أصل الشمية. كيفاش مش نكسر راسي برشا اليوم، نمشي نعمل لهم بطاطا زعرة وطرف بريك أكاها ويزي، وقوف كل يوم في الكوجين عشية كاملة سقية ولت. أهلا وسهلا. هاو رياض؟ يا رياض شبك تزرب؟ نزرب أنا عندي تبارك الله عندي ضيف اليوم. ضيف؟ شكون هم الضيف؟ جماعة اسطنبيلي. عندك موزيكا وحفلات هي تبارك الله ما هو ديما هكاك عاد في رمضان فما تحفيل هناخذ بكويت دروع رندا. شنو نعمل التكرة؟ تكرة؟ هي شنو هي هالتكرة؟ مش فكرة كالتكرة، تكرة بيدها اللي تجي البالونزة نتاع الدرع، ناخذ الدرع نعركو ونعملوك عبرات كي كعبة جوز الهند، ومن بعديك تحط وتسمع فيه الماء يفرق وتتغطسهم في الماء وتطفي عليهم، ومن بعد تاخذ الماء هذاك تعمل وحدة حاجة حلوة، تجيب بالونزة نتاع الدرع. تعرفش كيفاه؟ والله جبت لي فكرة. أنا ما مش كي تكرة، ما تكرة هي حاسين. اش قالك لو كان تجي وطيبوها بحذايا هنا؟ ما عنديش حاجة حلوة للسهرية. اي وشكون هما اللي يجي وش يطيبوها؟ انت. اي وشكون اخر؟ شكون اخر يطيب معاك؟ طيب وحدك؟ ياك هو. ملا مش قلت لي معاك جماعة الصنبيلية؟ جماعة الصنبيلية عاد في داري مستدنهم. يجي بنا حتى القنبري يعملنا شوية جو. عطا وانت عدى وتسمع فيا باقي في جرتي حتى بالناس المستدعين يزم يجيوا كي قلتي قبل. الله يبارك هاي خلنا نمشي يزي من دوة. ماني ندلل عليك يا رياض صبر. البطاطا زهرة متاع اليوم لي زانغريديون اللي لازمينا هما الزيت، الثوم، الكليل، الزعتر، الدجاج والفخوماج باش نحطو بعد ما نخرج البلاتو من الفور المرة الأولى ونرجعوه المرة الثانية بوغ غراتيني. البصل، الكركم، والتبل والكروية. ولا غوسيت إلي أن تو بتي بو روفيزيتي على خاطر قبل ما ندخلها للفور المرة الثانية باش نعمل هكا تشيشة بولب دو تومات ناظور الوطن القبلي هكاكا حتى البلا يبدا عنده دي كولور مش أزعر أزعر. اي وخذيت كعبات بطاطا قليتهم وحضرتهم هذوك من بعد باش نرجعهم للفور لا دوزيام فوا. نبدا من الاول بالغيسيبيون اللي باش يمشي للفور. انا عندي ان غيسيبيون سيراميك سهله برشا، نحطو كل شيء ونفوحو فا لي زانغريديون تاعنا ونفوحو بالزيت ونكمل نحط الثوم. الكليل، الكليل يفوح الدجاج والزعتر. لو فامو ديور كليل وزعتر. ومن بعد نحط بيسكو هي زعرة شيشه كركم والتابل والكروي ما نكثروش برشا. اي بيان سور الفلفل الاكحل والملح نملحو ورشه فلفل الاكحل. نخلطو هذم الكل هكا باش ياخذوا شويه الفاحات ويتخلطوا مع بعضهم. انا اونتر تو حطيت الفور يسخن في 180 درجه باش نحط عليهم تشيشه ماء هكا دوب بلاش ونحطهم في الفور كلوا احنا نصيف ساعه.
نزيدوا شوية. فوالا. اي اوب للفور. نحطوه هو ربع ساعة ومن بعد باش نعاود نخرجوا مرة أخرى من الفور. كما قلت لكم باش نحط عليه هكا تشيشة بولب دو تومات، نزور الوطن القبلي ونعاود نحط من الفوق الفخوماج، نرجعو بوغ غراتيني إي لو تور إي جوي. ساهلة على الآخر. هيا شنو مازال؟ آه البريك، البريك عادة ساهل. تو نخلي قبل شقان الفطر بشوية. هيا أتوت ألوخ. نورمالمون الدجاج راهو حذر، نمشي نجيبو بجارية ونكمل نحط فيه البطاطا، البولب دو تومات والفخوماج قبل ما نعاود نرجعو للفور. هاكا سي بون. نحطو فيه كعبات البطاطا اللي أنا ديجا سبق وقليتهم. دن 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 دن. جاو عنا اسطنبيلي من بعد باش نشيخو شطيح وحكايات مال الرياض. كملت حطيتهم وباش نحط البولب. المرة هذه اخترتها ناتور. نجي هكا جوست باش نحط تفويح وكهو. هلا يظهر لي هكا يكفي. ونكملو بالفخوماج. كنذروا الفخوماج من الفوق ونغطيوها بالكدا ونرجعوها من بعد للفور افو دو بور غراتيني بوندون 2 مينوت با بلوس. هيا توا نرجعوا البطاطا الزعرة نتاعنا للفور. هيا ويني هيا خور. هيا هاني جيتك. كملت هذا الدراع والسكر والسكر المحوى شاد قاده التكره. هذه جاي قاده تاع الفوق نجيب تاع القنبري ونجي. هاي شويه عندي سكر محاور. اي خلي ها هاو كزيت الخيمه فيها ندامه. اي نستناك ولا شنو؟ اي هاني هابط الراجل جاي. اي نستناوها شو عندي نعمل؟ دو توت فاسون هو العشاء براتيكمون قريب يحضر. السكر المحاور عندي انا حليت البارح وحده. والدراع تاع رندا هاي خلينا نشوفوها هالبلوزه شنيه. قال بلوزه هو ليه تكره. قال لي من بعد حاجه اخرى على البلوزه حاجه اخرى. التكره التكره خلينا نشوفوا الرياض يجي يعمل لنا التكره. هاو يظهر لي البيبي دق. اي مرحبا مرحبا. هاي تفضل يا رياض تفضل. هاي دخل ضيفك. مرحبا مرحبا تفضل. هاي كجنينه الغادي. مرحبا يعيشك يفضل. تيجا وين ماشي؟ وهذي شكون باش يعملها؟ اي لازم حق نسينا باهي. شنو اللي نسيت؟ هيا باهي. مرحبا مرحبا. توا هذايا تفضل اسال توا مرحبا. شالي لي يداي. شالي لي يديك ويجا قول لي كيفاش تتعمل. اعطيني صحفة. صحفة؟ اي هكا تكفي؟ اي تكفي. هكا هاو. ومن بعد؟ ساخو هذا هذا الدراع. اي صبوا لهنا. ما صبينا الدراع لهنا. اي باهي. تاخذ شيشة سكر كلاس تحط له تشيشه مش برشا هاك. باه تشيشه زيت. هاي شويه زيت. هاك عندك ميزينك تشيشه برك شي تلم الدرع. هذيك مش تشيشه هذيك قل شويه من تشيشه. اي هيك هو قل ودلل مالا تبدا ميدومه. هو يعرف هنا من عندك. مرمز هو ولا هاك مش مرمز. باه شلناش يدينا ما تجيش بالمغارف هذايا. باه ايوا باهي يا رياض باه. هاي صبت شيشه ماء زرق لي شيشه ماء غادي نزرق لي اي معناتها صبت شيشه. اه امشي
هاي بار امشي 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 يزي يزم الماء بارد ايه مال حط لي حط المقفول فوق الغاز مقفول مقفول وكسكيسه هاي خليه يفرق يغلي بي ها آه هاك كعب كله كعبر كعب اسهل منها ما فماشي حتى تعرف تكره ما تجيش تعرفها هاك تقام بك كانوا بيعقوق دم زي مع بي محمد الحلفاوي جي مع شكون بي محمد في الحلفاوي تو ما عاد عم كسيدك الله يرحمه الله يرحمهم وكنت 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 مرايق وهذي دولتكم يا حراير وانت عاشور هكا قبل نقولوا نحن صرت زرق شيش من هنا يستنى عاد نزرق الملح من غادي ولا هو الميم ولا شي ملح هو اسبهيش نزرق الماء ونحط الماء هاي يا بيه حط الهدي يا ابن عروس هاي بار هكا يكفي ولا نزيد يز بار صبيت الماء في المقفول يا ما خلي ما خليتنيش عاد هاي بار صب الماء نصب الماء في المقفول باه قديش برشا ماء هاي عبي للشطر باه تحت اليدين تاع المقفول راني سخنت الماء ديجا هاي هاك تاع ما يبطش خليه يفرق باه هما شعلوا بها التكره هذيا الماء هذا كريتهم بعد وريني هاكا يكفي زيد 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 اي زيد علاش باش تعمل بيه طيش ومن بعد؟ لا هذاك باش تحل بيه البلوزه بتاع الدراع. بلوزه؟ تو فهمك تو تراها. ولات فيها بلوزه تو مش كانت تكره. اي هي اسمها تكره هاي. اي ما غلطتش من انا كي قلت بلوزه قبيله. اي. اي. تعبك كيما كعبه زوز الهند، مش زوز زوز نتاعنا. هيك. تعملها هك. جيت شي هك خلي الماء يغلي، خليه هذاك يغلي. يا هاكا يغلي. باهي، اجا لهنا. هات تصحين ضريف صحن ضريف اي هاي لحظه برك ها هاك صحن هاكا يكفيش يس هاي حط هذيك الكعيبره هاي ها هاك كان عندك شيء جلجلي اما وينهم جلجلين هاكا في وسط الدراعه بعد تزين بيها بعد حط كعبة تكرة تكوى في وسط التكرة هذه وش هي التكوى انت تكوى هاي تكوى هاي تكرة هاي مو هكيكة هذو ما تجمع تستمبيري كانوا بكري هكيكة في رمضان ويعطيها صحة رندة قصت علينا النزاع كانوا بكري ياخذوا جلجلي الدروع كعب يعرجوه ينقيوه ويغسلوه حبورة فيه هاي كرندة يرحم والديك والديها خمت في الحكاية هذوما لكيك الحق فيري بود رندة ريتها التكرة هاكا كعبرات ها يعطيك الصحة يا رياضة هاي كسر من فميشي هادو ما يعملوه العجامة كانوا بكري هاكا يغلي الماء اي خليه حتى يفرق تو هذيك باش تكعبر لك كعبور أخرى لا هاكا هو شنو هو الله لا يضيع عنا رزق اي ما يجيش نعرف والله يا رياض أنت فيري جود باهي هاكا هبط توا المعجنة هذي هبط المعجنة باهي هاني باش نهبطها باهي هز المقف هز الكسكيس لحظة نهز الكسكيس اي يا اخي انت باش تسقط الماء اي باهي سيسة نقص في الغاز تشيشة باهي حاضر ريك تسقطهم برشا ناس يقول لك شي يتحلوا ما يتحلوش نوريهم لك كيفاش بعد كي نجبدهم هاني باش نشوف تحب مغرفة ولا حاجة اه هيكا لا مغارفة ولا الحديد يدور إذا تمسيتهم بالحديد تتحل الكعبة اي والله ما تحلوش هذيك بارفه لو واحد بلادكم هكا هاو هذاك الموجود ان شاء الله سلام نموتش يا رب هذيك هذيك هكا عينها كعين فلوس قوي لها شيشة في الغاز مش قلت لي نقص في الغاز اي ما عملوش ترميها ما تصمت ايديا ماهيش باهي وقول له نحط الكسكيس مره اخرى اي حط الكسكيس وعلاش ما تغطيهش على الكسكيس ماشي يخرج البيخ والماء هذاك ما يتلوحش هذاك ليش حلو به الكعبه ريت الماء هو تو غلينا حتى لك عبر في وسط الماء جي هذاك من بعد تحطه في كيس يبرد حد جبناش الكعبه لفيناها بهذا نحطوها تبرد خليها في هذاك ما تبرد من بعد نجبدو طرف حليب وكل ماء هذاك الدبوزه ظريفه كما نقولوا دبوزه الزهر الصغيره هاك جي هذيك خاطر القوه نتاع الدراع وبدا هو دوير هو الدراع حتى العظم الخشاش هذيك ايوا يعجبك وتحل هذيك الكعبه التكره هذيك يرس على الدراع وتعمل تقعد تحرك كيما السحلب كيما الدراع ومن بعد تاخذ تكوى كعبرات هو الجلجلان تعرجه وتنقيه وتهرسه لين يقر زيته وتحط شويه سكر كلاص تاع رندا وتكبرات كبرات وترمي الكعبه وتحط شويه شاميه الناعوره
وصحة بالشفاء. هز كهو هز كهو واه هاك تحلتش الكعبة؟ ليه ما تحلتش؟ ريت برشا حراير يقول لك موقع تحط الكعبة الدرا تتحل، هي الحكاية الكل حكمة الكل. فكتشيش الزيت هذيك وش يقولوا لها؟ تيرك تيرك تكوى تيرك هي التكوى، جريلان وسكر. كان عمك السيد قبل في سوق هكا في حول عاشور ولا في الحلفة وين بدا هذيك عيط لها حسير اسمع باش يذن المغرب وانت تخرف لي في خرافة تومي سيسي. هذيك عاداتنا وتقاليدنا وخلتني تحب لوش. هاي هذي خير. لا 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 تتحل زيدا تتحل لازم. لا لا البلاستيك لا شيء نعرفوا كان الوحدة اللوح كاو ذاك الموجود اللوح اللي عندي. اي كثر بارك الله فيك. تحب نطفي عليه الغاز؟ لا لا خليه هكاك سله سله. هاني خليه. ومن بعد حط لها تشيشه زهر كي تحل الكعبه، تشيشه زهر شاي ولا تشيشه ماء ورد ولا تشيشه نسري زيز القليب. هذا مازلت حاجتك بيه؟ لا وفيه. لا خلينا نهزوا الغادي. هذا هاي تو من بعد خليها هكاك نقولوا دريج دريج هكاك دريجين سله سله على الغاز. ومن بعد تجبدهم هكا وتحطهم في هذا. اي نلفهم بالدراع الني هذاك خليها مكيك تحت الحيط. بتحطهم تحت الحيط خليهم يرتاحوا. انا وحيد معناتها هالتين نحطوهم تحت الدكانه هكا حتى ايش يرتاحوا يبردوا تحت الحيط. تفهم الكلمه بابا تركي هنا هكا هذيك التكوى التكرة. اي خلنا نغسل يدي هكا هو ها خليها سله سله. اعمل التبريكي كل شو اللي تعمل. استنى عاد نقعد بحذية باش نقعد وحدي نلف في البريكة. خلصي واحد الراجل ذي في عيد. اي حفلونا جو شوية وشوية. هذا شنو نعملوا هذا شنو نعملوا شنو نغنيه ونزهيه وان شاء الله ربي زهيهم. هاي وهذا قداش يقعد عنا؟ يا بنتي ما تمسوش هذاك ما يهمكش فيه ما يهمكش فيه انسيه خلي الصفيف فوق الغاز. باهي ملا جو ملا هو اليوم عندي في الدار. يعني كملت تطويت البريكات وتوا باش نحط نعمل الحشو. لا 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 اسمع يا رياضة هيا نحطوا الفخوماج باش نعمل حشو البريك مخلط هكاكا هاكا منه على الايكونومي ومنه حتى اسهل من بعد في القلي. اللي يعمل اللي يعمل ليا اللي ما يحبش كباري نجم ما يحطش اما انا نحبها كباره. هيا نخلطوا هذا الكل. هيا نخلط الحشو بكعبة بريك من الأول ونشوف الساعة الحشو يتلم ولا لا. أوه لا لا الله يا ربي يا رجال الله حاذقة راهو هكا ساعات نفرفش شوية ما حاذقة نتلوحش يظهر لي باش نزيد عظيمة أخرى. جلالين فيقا جلالين فيقا ندى لسيد علي المكية قاعد حلل متكية يا رجال الله. وباش نقعد لهي بيهم انا والمغرب عادك به اذن خل نحط نقلي البريك. ان شاء الله الحجه مقضيه ان شاء الله الحجه مقضيه يا رجال البحر صلي على النبي راك تربح.
الشح. يوسف جمال الله، عيسى روح الله، إبراهيم الخليل، موسى كريم الله، موسى كريم الله، يا رجال البحر، يا رجال البحر، نبي عالبحر يا أخت. صلي على النبي، صلي على النبي. هيا سيدي نحطوا البريك نتاعنا هكا سو فورم دو بوشيت. ونحطوا الحشو وكيف نجي ونحطوها في المقله، نحطوها على البارتي المعبيه باش تطيب. خرج الكعبة، هكا ونخليها هكا على السويتو تشرب زيتها ونكمل بقية كعيباتنا. منتوجات نظور الوطن القبلي، منتوجات الخير. إن عورة أصل الشميه.